إنه العام 1160 قبل الميلاد، فدان أرام مدينة في جنوبي بلاد بابل. يا عشتار الكبيرة، أيتها الآلهة الأم، أيتها الحنون والنقية، يا آلهة الخصب والولادة، أدخل السرور إلى قلب هذه الأم القلقة واشفي ولدها، وفي المقابل تعاهدك على أن تتحف معبدك بالهدايا والنذور القيمة. سألت عشتار الكبيرة أن تحفظ ولدك كي لا يموت، وهي استجابت لدعائي. عليك أن تفي بنذورك لها. اذهبنا، أنشئنا أولادكن بحيث يكونون من مريدي عشتار وأتباعها. أنا ممتنة لك ولعشتار الحنونة، فلتحي عشتار الكبيرة. أشكرك غاية الشكر، كان ولدي مشرفا على الموت لكنك أعدته إلى الحياة. لا ريب أن ولدنا سيشفى ويعافى مثل هذا الولد. عشتار آلهة حنون ومقتدرة أيضا، لا ريب أنها ستستجيب لصلواتنا. حتما ستستجيب. هيا. ما الذي أصابكم يا قوم؟ أنتم من نسل النبي الذي سجدت له الملائكة، وها أنتم تمرغون جباهكم أمام ما صنعتموه. أراكم تنقادون لحجر جامد وبارد وتخضعون له، في حين أن هذا الوجود كله منقاد لكم وطوع أمركم إن أنتم أطعتم الله. أنت تأتي بهذه الترهات من عندك وتتجاسر على آلهتنا من غير سبب. أنا لا أقول من تلقاء نفسي، إنما أنا رسول الله إليكم وكلامي من كتاب الله. نعم، هذا هو الصحف، الكتاب السماوي الذي أنزل على جدنا إبراهيم النبي، وأنا على دين جدي أبلغ عن الله وأعلم الناس عن هذا الكتاب. أنا لا أتصرف من عندي. وهل يقول لك هذا الكتاب السماوي أن تسفه آلهتنا؟ أنا لا أسفه ولا أستهزئ، إنما أسألكم فأجيبوني إن كنتم تعلمون، وإن كنتم تجهلون ما عليكم سوى الخضوع لقول الحق. هل أصنام معبد عشتار هي التي صنعتكم أم أنتم الصانعون؟ هل عشتار هي التي تهيمن عليكم أم أنتم المهيمنون؟ هل هي التي تأمركم أم أنتم الآمرون؟ لو كانت عشتار حجراً بارداً لا حول لها ولا قوة لما أمكنها أن تشفي لي ولدي. إنه محق، رأينا ذلك، هذا هو الصواب بعينه. رأيت بعيني كيف تعافى ولدها ببركة عشتار. لقد شفى ولدك ذلك السميع العليم الذي سمع استغاثتك وبكائك، وليس عشتار. أنت وإن كنت لجأت إلى غير الله وطلبت من سواه العون والمدد، لكنه وهو العالم بأحوال عباده جميعا أسبغ عليك من رحمته وشملك بلطفه.
لك عين تبصر عشتار الصنم، لكن بصيرتك عميت عن رؤية الشاف الحق. مفاد كلام يعقوب دعوته إياكم لكي تنبذوا آلهتكم وتعبدوا إلهه هو دون سواه، أليس كذلك؟ نحن لم نرى خيرا من هذه الآلهة، وإلهك لن ينفعنا في شيء. أنا أدعوكم إلى عبادة الله الأعلى والأكبر الذي خلق الوجود وما فيه. وأن لنا أن نعرف أن إلهك خير من سائر الآلهة. وما أدرانا أنك وإلهك كآلهة معبد عشتار، لا هم لهم سوى جمع الذهب والفضة. أنتم جميعا تعرفون أني أرعى أغنام لبان ولا أملك لنفسي شيئا. هل تراني سألتكم أجرا أو مالا؟ أو هل رأيتموني أشتغل بغير رعاية الأغنام؟ وماذا إن طلبتنا بعد الآن؟ أنت رجل بلا سلطان، وإلا فأنت والكهنة على حد سواء. كلكم متشابهون، فمتى ثنيت لكم وسادة الحكم أشبعتم بطونكم ورحتم تكنزون الدرهم والدينار. لا تثريب عليك، لقد فقدت ولدك الوحيد من غير أن تجد من يعينك في علاجه من مرضه. لا إيستر الساحرة ولا عشتار إلهة المعبد، لا تلامن أنت أعرضت عن الآلهة جمعاء. لا شأن لي بعشتار الإلهة العاجزة، وجه كلامي إلى إلهك الذي لا يرى. عانينا ما فيه الكفاية من آلهة الحجر الجامدة، ولا طاقة لنا بالإقبال على إله جديد. لقد جاء حراس المعبد. أهرب، هيا أهرب. من تلك الناحية. أسرعوا، ألقوا القبض عليه. لا تؤذوه، لا تدعوه يهرب. دعوه وشأنه، إياكم أن يفر من بين أيديكم. أرجوكم لا تؤذوه. لولا أنك صهر لبان الحاكم لا عرفت كيف أؤدبك. لا أخشاك لا أنت ولا حراس المعبد. اذهبوا من هنا، كفاكم استماعا إلى أراجيف يعقوب وترهاته. تفرقوا. ألا ترون أن أراجيف يعقوب جلبت القحط واليباس إلى مدينتنا فدان؟ إنه محق، هيا تفرقوا. فلنذهب قبل أن يحل علينا غضب الآلهة عشتار، هيا بنا. تفرقوا. تمطر السماء عما قريب فسيهلك زرع أهالي مدينة فدان. أسأل الله تعالى أن ينزل غيث مطره على هذه المدينة عاجلا. ما الذي يجري هناك أبي؟ هذه عادة قديمة لدى أهالي فدان، يحرقون أعداء آلهتهم عشتار، يرمونهم في النار بالمنجنيق. إليكم عني، لأي شيء أعاقب وأي جريمة اقترفت؟ دعوني وشأني. ابقوا لتحرسوا القطيع ريثما أستطيع الأمر. إليكم عني، أرجوكم أن ترحمونا. أنا لم أرتكب أي ذنب، اتركوني الآن. جاء يعقوب الراعي ابن شقيقة الحاكم لبان. اعف عنا أيها الكاهن، فزوجي لم يقترف جرما. هذا جزاء الكافرين. يا أهالي فدان أغيثوني، أنا بريء.
لابد أن يعاقب فارس. أنا بريء، لا ذنب لي. ارحموني يا أهالي مدينة فدان. لم أرتكب ذنبا يا أهالي فدان. المتهم فارس يعد من أعداء عشتار. لقد رجم إلهتنا عشتار بالحجارة ووصفها بالآلهة التافهة وغير الجديرة بأن تعبد. لذلك وجريا على تقليد أسلافنا في فدان، لابد من أن يرمى في النار بالمنجنيق أولئك المتطاولون على إلهتنا الكبيرة عشتار. إليكم عني، لأي شيء أعاقب؟ لم أفعل سوى المطالبة بحقي. يا أهالي فدان، يا سكان هذه المدينة، ارحموني. يا لك من مسكين. أنا بريء بلا ذنب، ارحموني. ارحموني يا أبناء هذه المدينة. ما هو ذنبي؟ لأي شيء سأحرق؟ أنا بريء، بريء. إنه لم يرتكب أي ذنب. ارحمنا أيها الكاهن الكبير، ارحمنا أرجوك، فهو لم يقترف أي ذنب. أغيثوني فأنا بريء، لا ذنب لي. أنا بريء أيها الكاهن الكبير، أنا بريء. كف عن الصياح الذي لا يشتي. إما أن تدفع دية دمك، وإما أن ترمى في النار لتحترق. لا تحرقوا زوجي بالنار. لا تحرقوا. ارحموني يا أهالي مدينة فدان. ما مبلغ دية دمه؟ سأؤديها عنه. أتدفع ديته؟ لا، لا يحق له ذلك. فهو نفسه من أعداء عشتار. أنت من أعداء الآلهة وعليك دفع دية دمك. إذن لما لا تلقون القبض علي؟ نحن معشر ورثنا هذا الصنف من العقاب أبا عن جد. فجدي إبراهيم النبي ألقي في النار ذات مرة بأمر من النمرود. لولا قرابتك من الحاكم لكنت مسجونا منذ أمد، فأنت صهر لابان وابن شقيقته. هل تقصد أن المقربين من البلاط بمقدورهم أن يفلتوا من العقاب إن هم أهانوا آلهتكم؟ اقبضوا عليه وألقوه في النار كما ألقي جده من قبل. إليكما عني، أفلتاني، ابتعدا عني. يا قوم، ما الذي يجري هنا؟ دعوه وشأنه وأطلقوا سراح المحكوم. فارس يجب أن يعاقب. حينما يقول يعقوب إنه سيؤدي دية دمه، لا يحق لك أن تحرقيه. لا تطلقوا سراحه. يعقوب، عليك أن تدفع 500 دينار لقاء دية فارس. لا بأس في ذلك، سأؤدي هذا المال. فليحفظ الله خالي لبان. إلى متى يتوجب علي أن أراقبك مخافة أن تخطئ؟ الشكر لك يا سيدي،
شكرا جزيلا لك. ماذا تفعل؟ أنا أشكرك، سأجتهد في العمل عندك وسأكون خادما لك حتى أعوض عليك دية دمي التي تكفلت بتأديتها. لقد أنقذت آل فارس، لقد أنقذتنا من الموت. هيا بنا، هيا. إنه رجل طيب، هذا المسكين لا يكف عن العمل. تمر السنون وعشتار تلتهم الضحية والضحية من أهالي بابل وفدان. لولا أن أباك لبان وصل لنجلتنا لكانوا أحرقوا كلينا. لابد لفارس بعد أن أنقذته من الموت أن يكف عن عبادة عشتار ليصبح مؤمنا بالله. تحول إلى التوحيد، التوحيد. أصبح مؤمنا في تلك اللحظة التي أنقذ فيها من الموت. متى سيبصر وليدنا النور؟ قريبا يا نبي الله، أنا أوانه. أنا أتوق إلى ولد منك منذ أعوام، وبمشيئة الله سأكافئ عما قريب على انتظاري. التحية لإسردوم ومن معه. التحية ليعقوب الراعي. أنا أشكرك. أرى أنكم تحملون الهدايا إلى معبد عشتار. علينا أن نرضي الآلهة وإلا فلن نرى مطرا في عامنا هذا. ألا تظن أنك وعائلتك أحوج إلى هذا التمر من الآلهة؟ ثمة من يهين الآلهة فيثير غضبها ونحن المساكين ندفع ثمن خطايا الآخرين. وهل تظن حقا أن المطر سينزل عند مشيئة الأوثان الصخرية الجامدة في معبد عشتار؟ إن أراجيفك أثارت غضب الآلهة فأبعدت الغيوم الماطرة عن مدينتنا وديارنا. كف عن توهين الآلهة يا يعقوب. تتركون عبادة الله القادر المطلق وتعكفون على أوثان جامدة وعاجزة. أنتم تظلمون أنفسكم. لما لا تروون صحراء نفوسكم القاحلة بماء الإيمان العذب المنزل من عند الله الأحد؟ يا عشتار الكبيرة، يا آلهة الخصم، سأطهر معبدك بإهراق دماء أعدائك. عسى أن تبعدي عن ديارنا القحط واليباس وتنزلي على أهالي مدينة حران مطر رحمتك. يا عشتار العظيمة، سأطهر معبدك بدماء أعدائك. عسى أن تصرفي عن ديارنا القحط وتنزلي علينا ماء المطر بلطفك وحنانك. سيدي، سأطهر معبدك بإهراق دماء أعدائك. ها هو يقف أمام المعبد ويتطاول على الآلهة والياباس وتنزلي على أهالي مدينة حران مطر. لكني لم أسمعهم جيدا. يا عشتار العظيمة، سأطهر معبدك. يعقوب لن يكف. اصرفي عنا القحط وأنزلي علينا ماء المطر. عسى أن تصرفي القحط عن ديارنا يا عشتار الكبيرة. عاد يعقوب إلى أراجيفه. أتمنى أن يبتلى بلعنة من عند الآلهة. ماذا نصنع معه؟
استدعي لابان إلى هنا ودع الباقي علي. أسرع واستدعي الحاكم لابان. سيدي، كبير كهنة معبد عشتار يدعوك لتنضم إليه في المعبد حالا. وهل الأمر مستعجل؟ نعم أيها الحاكم. كفوا أيديكم عنه. إن أنت سرقت مرة أخرى فسأقتلك جلدا بالسياط. أعدك سيدي لن أسرق ثانية. فك وثاقه. أنت تعال معي. يبدو لي أن للأمر صلة بيعقوب الراعي. يعقوب يتحمل وزر أفعاله بنفسه، لا شأن لي بذلك. لكنه يقول أشياء بحق الآلهة. التصدي ليعقوب مهمة الكهنة، فليرد عليه كلامه، وإن هم عجزوا عن ذلك فلا يحق لهم أن يزعجوني. آلهة الآلهة عشتار الكبيرة قد غاضبت علينا، أرى قحطا ويباسا وزرعا هالكا وموتا يحصد أهالي المدينة. سيد الحاكم، انتظر قليلا لأبلغ الكاهنة بقدومكم. لقد أثار غضب عشتار وهي لا تقبل الكفر بمقامها. لقد أثار أحدهم غضب عشتار، هذا الذي أهان آلهتنا سيجازى عما قريب. عشتار تطلب أن نقدم قربانها. لابان، لما لا تحول بين ابن أختك وبين أرجيفه؟ أنتم المولجون بحفظ دين الرعية، أنا لست كاهنا، فليتحمل يعقوب وزر أفعاله. لكنه ابن أختك وزوج ابنتيك. مهمتي هي الحفاظ على الأمن والاستقرار، ولست معنيا بما يفعله ابن شقيقتي. عليك أن تمنعه عن الكلام، اضطربت أحوال فدان بسببه، وعليك أن تعيد الهدوء إليها. أما قريب يلف مدينتنا القحط واليباس، ويعقوب هذا هو سبب المصائب. وكيف يعقل أن يكون يعقوب سببا لوفور النعمة وكثرة الأغنام في قطيعي، ليصبح الآن علة القحط والبؤس في فدان؟ من حيث أنه يجاهر بكفره بآلهتنا. كفره بآلهة بابل ليس بجديد، لماذا حينها في ذلك الحين كان يكتم معتقده، لكنه أصبح يجاهر به. إنه يسب عشتار جهارا نهارا وعلى رؤوس الأشهاد. يجب أن نجبره على التزام الصمت. يجب؟ نعم يجب. لعلك نسيت لماذا نصبتك حكومة بابل حاكما على فدان. بما أنك تعرف من الذي نصبني حاكما على المدينة، فحري بك أن تعرف أني أتلقى الأوامر من حكومة بابل، لا منك أنت ولا من معبد عشتار. إذن فأنت لا تمانع أن نطلع الكاهن الأعظم في معبد عشتار ببابل على ما جرى ويجري. سأكلم يعقوب بهذا الخصوص. قل ليعقوب إنه إذا أصابني أو عائلتي سوء من ناحيته فسأحرقه وعائلته بالنار عن آخرهم. الجرو الذي ينبح قبل أبيه وأمه سرعان ما يصبح صيدا سهلا للذئاب. صن لسانك يا فتى، سأعفو عنك هذه المرة ولا عفو في المرة القادمة. إذا تسبب اليباس بهلاك زرعي فلن أبقي يعقوب وعائلته على قيد الحياة. وأنا فقدت الأمل بزرع عامنا هذا.
مرحبا يا أبي، أهلا بقدومك. السلام يا والدي. يا للعجب، كبير مدينة فدان وحاكمها قد وجد متسعا من الوقت وجاء لزيارة ابنتيه. ألن يكف يعقوب عن أفعاله؟ ما الذي جرى يا أبي؟ هل شكى إليك كهنة المعبد أمر يعقوب مجددا؟ هل تحملين الكهنة كل المصائب التي حلت بالمدينة وتبرئين يعقوب منها؟ تعرف أن يعقوب لم يفعل سوى تبليغ رسالة وأداء التكليف الملقى على عاتقه. ما له ولعقائد معبد عشتار المتوارثة؟ إذا كان يود أن يحدث عن دين جده فليفعل، وليبلغ عن دين جدي أنا أيضا، ولكن إياه أن يهين عقائد سائر الخلق. أنت مخطئ يا والدي، لا يقبلون حتى أن يبلغ عن دين إبراهيم. أبي، يعقوب مأمور بالدعوة إلى التوحيد، عقيدة أبيه إسحاق وجده إبراهيم، وأنت مولج بحفظ الأمن لأهالي مدينة فدان. عليك أن تشتغل بعملك وعليه أن يشتغل بمهمته. أنتما أيضا أصبحتما مثله تماما، لو عملت أنا بمقتضى وظيفتي لأصبحتم جميعا منفيين إلى الصحارى. أبي، تعرف أنني وشقيقتي ليا على دين زوجنا، وسندعمه بكل قوة في دعوته إلى عقيدة التوحيد. لقد أصابكم الجنون، لماذا لا تهتمون بمكانتي؟ هل تعرفون ما الذي سيحل بي إذا علم الكاهن الأعظم في معبد عشتار ببابل أن ابن شقيقتي يسفه معبده وآلهته؟ أنا الذي سيلام. إن قدرة إله يعقوب أوسع وأكبر من سطوة الكهنة، لذا حري بنا وبك أن نخشى الله رب العالمين وليس الأصنام. لا شأن لي لا بإله يعقوب ولا بآلهة الكهنة، ما أقوله هو ألا يسيء يعقوب إلى مكانتي في هذه المدينة. ما الأمر يا رحيل؟ رحيل، 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 ما بك يا ابنتي؟ ما هذا الشحوم؟ هذا أوان الولادة، بلها أحضري الولادة فورا. حاضر. ساعداني فارس. نعم يا مولاي. اذهب إلى سهل جدون حيث يعقوب وقل له أن يحضر إلى هنا من فوره. أسرع، خذ فرسي ولا تماطل. أدلاء القطيع والأنبياء أدلاء الخلق، ولربما لأجل ذلك كان سواد الأنبياء من الرعاء، وأنا نبي الله إسرائيل جئت بأولادي مع القطيع إلى الصحراء لكي يعاينوا كيف يكون الرجل هاديا لمن دونه. فما بالكم يا بني إسرائيل تتفاضلون فيما بينكم بالبطش والسطوة؟ اللهم اشهد أني لم أؤدبهم على ذلك أبدا. قوموا انهضوا، ابتعد، هيا انهضوا. خليفتي أنا وكبير عائلتي هو أقربكم من الله وأحبكم إليه، وليس أقواكم أو أشدكم. إبراهيم وأسحاق كانا خير خلق الله، لا أشدهم بطشا. ماذا هناك؟ اجمعوا القطيع.
أين ذهب أبونا؟ لا عليك، اجمع القطيع، سنعود إلى المدينة. بلها؟ نعم. هل رحيل درتك؟ أجل. وهل أنتما متحبتان أم متخاصمتان؟ كنا متحبتين حتى يومنا هذا. يعقوب ورحيل كلاهما كان طيبا معي، لكنهما لن يعيران أي اهتمام بعد اليوم، فقد صار لهما ولد. لا تتفوهي بهذا الكلام، يعقوب ورحيل أناس طيبون للغاية. يعقوب يفرط في حبه لرحيل، ولا ريب أنه سيفضلها على سائر أزواجه بعد أن أنجبت له ولدا. وكم زوجا لديه؟ 4. كلهن زوجاته؟ لكنني وليا وزلفى أصبحنا في مطاو النسيان. أسرعي، فإذا تأخرنا ألقوا بالملامة كلها عليه. لا أوافقك الرأي، فيعقوب رجل عادل وحنون. لو أنك استبدلت الحسد الذي في صدرك بقليل من المحبة فسترين كم أنه يحبك ويودك. فليحيى الحاكم لبان. أبشرك بخير عميم، أريد رحيل ووليدها سالمين. لا داعي للقلق، أنا ولادة معروفة. لا تقلقي يا رحيل، إن الله رؤوف رحيم. رحيل غابت عن الوعي. رحيل لعل الآلهة غضبت عليها فحل بها ما ترون. تعال. احمل هذا الولد عني. صلوا لشفاء خالتكم رحيل، فدعاؤكم أسرع ما يستجاب. لماذا لا تفعلون شيئاً؟ لقد أغضب أحدهم الآلهة عشتار. إني أرى ناراً ودماءً، أرى شبح الموت الأسود يحوم في كل مكان. نار الأراجيف ستلتهم بادئ ذي بدء الكافر. ذاك الذي تطاول على الآلهة سرعان ما سيلقى عقابه المحتوم. لعل الآلهة غضبت عليها لكفرها فعذبتها. أرأيت؟ كانت إيستر تلعنهم في المعبد. بلى، قالت إن نار الأراجيف ستلتهم الكافر، يعني أن الذي يتجاسر على الآلهة
سيعاقب ويلقى جزاءه. هل زوجتي رحيل بخير؟ كلا، ليست على ما يرام. افعلوا شيئا فحل رحيل يسوء أكثر. اهدأوا، إن الله معنا ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. الناس تهمس وتلمز وتقول إن رحيل ابتليت بلعنة عشتار وسحر إستر. لا بأس، سوف نرى الآن يا ليا أيهما أقوى، إله رحيل وابنها أم إلهة إستر. اعتنوا برحيل، سأعود. إلى أين تذهب؟ لا تتركنا وحدنا في هذه الحال. قلت اهدئي، أنا بحاجة إلى خلوة. افعل كل ما ترغب به مع إلهك، ولكني لا أستطيع الوقوف مكتوف اليدين. يجب التفكير بدواء أو بعلاج أو طبيب. وأنا ذاهب إلى الطبيب أيضا، إلى الطبيب الحقيقي. كما أصبح بلاء على أهل فدان، كذلك أصبح على عائلتي. ترى ما العمل معه. يرسلون في طلب إستر، فهي قابلة معتبرة. أنت محقة. أيها القائد لبان، أرسل في طلب إستر، إذا جاءت فهي قابلة مقتدرة. أيمكن لإستر ذلك؟ سأعطيها كل ما تطلبه. قل لإستر إن استطاعت إنقاذ ابنتي، أعدها بأن أخرج يعقوب من فدان وأخلص معبد عشتار من شره. هيا. لقد ابتلي يعقوب بلعنة آلهة بابل جزاء الكفر بعشتار. اصمت يا امرأة. حذرنا. قل لي يعقوب، لما لا يطلب المساعدة من إلهه؟ لو كنت أنا مكانه وسط هذه الشدائد لما نسيت إلهي مطلقا. السيد لبان هو من أرسلني وليس يعقوب. لقد وعد إن استطعت إنقاذ ابنته أن يخرج يعقوب من فدان. إنها فرصة مناسبة برأيي. على أهل فدان أن يعرفوا حقيقة قدرة عشتار ومقدرات إستر ساحرة معبد عشتار. إن القث حياة رحيل سوف يزداد إيمان أهل فدان بلا شك، وسيتألق المكان بالزينة. وموت رحيل له هذه النتيجة أيضا، إذا دعها تموت. عظيم، إذا قولي هذا للناس. قولي إن موت رحيل كان بسبب الكفر بعشتار. قولي إن ذلك هو نتيجة عبادة الإله الواحد والاستهانة بقدرة عشتار.
ما أجمل أن يهطل المطر ثانية على فدان بعد أن تكون رحيل قد ماتت. وعيها فسوف يموت الاثنان. الدخان سيقتلها ولن ينفعها. ألست تعلمين؟ لا، أريد معرفة نتيجة الأمر. هل إله يعقوب سينتصر أم إله المعبد؟ هذا واضح، النصر سيكون حليف عشتار. لبان، ما الذي دعاك لإزعاج في القدوم إلى هنا؟ يعقوب قال إن لديه إلها مقتدرا بلا نظير، لما لا يطلب المساعدة منه؟ حياة رحيل بين يديك، ساعديها. لم أكن أتوقع أيها القوم بهذه السرعة أن يمد يعقوب يده لطلب المساعدة من معبد عشتار. هذا تفكير عبثي وتصور باطل. ما الذي جعلك تفكرين هكذا؟ سرعان ما سيكون هذا التصور واقعا وحقيقيا حين ترى موت زوجتك وابنك أمام ناظريك. إن الحياة والموت بيد الله وليس في يد إيستر وعشتار. أنا من طلب من إيستر المجيء. رحيل في حال سيئة. رحيل لا تحتاج إلا إلى إلهها هي. اخرجي من منزلي. اخرجي. مهلا يا يعقوب، أنا أكلمك. قلت اخرجي. سينتهي أمر زوجتك وابنك الليلة، فغضب عشتار بغير فناء عزيزيك لن يهدأ أبدا. زوجتي رحيل لم تأتي بدعائك لكي ترحل بلعنتك. يا فدان، لا يرحم هذا نفسه ولا يرحمكم. كفره سوف يجلب عليكم الشؤم والقحط وكذلك الموت لزوجته وابنه. عاجلا عاجلا سترى سحر إستر وقدرة عشتار. سترى الويلات. الويل لك إن حل مكروه بابنتي هذه.